أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية منها، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من افتتاحية لصحيفة الميثاق الوطني بعنوان السلطات الحكومية تماطل في إقرار قانون العفو والمعتقلون الأبرياء يعانون في سجون الموت. يقر الجميع، يقول بما فيهم أحزاب السلطة، أن الأبرياء من المعتقلين والمعتقلات العراقيين يقبعون في السجون الحكومية ظلما وبهتانا وجورا، وأغلبهم من دون محاكمات أو محكمات صورية غير عادلة، كما أصبح بالدليل القاطع لجميع المنظمات الحقوقية والمحلية والدولية، منها أن جميع المعتقلين انتزعت اعترافاتهم منهم تحت التعذيب المميت والتهديد باعتقال الزوجة أو البنت أو الأم، فضلا عن توقيعهم أوراقا بيضاء يكتب فيها المحققون الجرائم التي يريدونها وينسبونها للمعتقل، حيث يتهم المخبر السري إنسانا عراقيا بعدد من التهم، والقضاء يصدر قراره بناء على هذه الاتهامات الكيدية من المخبر السري. من يتمعن جيدا يرى أن إنجازات حكومة الإطار تمثلت بإفراغ قانون العفو العام من محتواه، وعدم إرجاع نازحي المدن المحتلة من الميليشيات كجرف الصخر وبيع أم قصر وميناء الفاو والموانئ الأخرى بالربط السككي، وبيع 32 كيلومترا من منفذ الشلامشة لإيران في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر. والخوف الحقيقي الآن على وحدة العراق، حيث تسعى هذه الحكومة لتقسيم المناطق تماشيا مع مشروع الفيدراليات التي كتبها المحتل، وتمرير الدستور بمسرحية الاستفتاء الباطلة، وهي حقائق تاريخية لا يمكن تجاوزها، لأننا نعيش نتائجها السلبية، مما يجعلنا نحذر الجميع بأن العراق يمر بمنعطف خطير من تاريخه الحالي وفق معطيات ما يحدث في سوريا ومشروع عدم الاستقرار للمنطقة المعمول فيه. ونقرأ تقريرا بعنوان منظمات المجتمع المدني وسيط ثالث يعاني التهميش وقلة الدعم، للكاتبة نبأ مشرق بصحيفة المدى. تقول نبأ فيه: مهما تعددت هذه المنظمات واتسعت أهدافها، إلا أنها يجب أن تتوافر فيها عناصر أساسية، منها الاستقلالية، والمقصود بأن لا تخضع لأي شكل من أشكال الهيمنة والتبعية من الداخل أو حتى الخارج، سواء كانت من حيث النشأة، لأن الأصل نشوء هذه المنظمات دون تدخل من قبل الحكومات. ويذكر أن منظمات المجتمع المدني في العراق تأسست بعد العام 2003 وتزايدت بشكل سريع وكبير، بينما يرى بعض المراقبين أن بعض المنظمات كان لها دور سلبي ملحوظ من خلال انتشار عمليات الفساد وتبييض الأموال وغيرها. بحسب العديد من الناشطين، جاءت صورة هذه المنظمات بلا ملامح، ولا يستطيع أحد أن يفرزها عن المنظمات الحكومية والأهلية، إذ تارة تستخدم كدعاية لأصحاب المناصب حينما تقوم بتنفيذ مشروع صغير يفتتح من قبلهم، وتارة أخرى تفاوض السلطة باسم الحركة الاحتجاجية وتكتفي ببعض المناصب والامتيازات، وتارة تكون أداة لأحزاب سياسية وتنفذ مشاريعها، ولا يلحظ المواطن أي أثر أو نشاط ملموس لهذه المنظمات على أرض الواقع. شأنها شأن المؤسسات الحكومية عديمة الفعالية والمنخورة من الداخل. ويرى ناشطون أن هناك جانبا سياسيا لعب دوره في تحجيم نشاط المنظمات المدنية، والكثير من المنظمات تتبع جهات سياسية وتسير وفق أجنداتها. أما المنظمات المدنية المستقلة فإمكانياتها محدودة، وأثرت عمليات الاغتيالات التي طالت ناشطين وإعلاميين في ظهورها على الساحة وتبنيها لبرامج ونشاطات تحرج السلطة الحاكمة. نتنقل وإياكم إلى الرأي اليوم ونقرأ مقالا بعنوان عوض الكويت والكويتيون، عوضهم العراق، عوض العراق الكويت عن الغزو. من يعوض الشعب العراقي عن الغزو الأمريكي؟ للكاتب جواد الهنداوي في صحيفة رأي اليوم. يقول الكاتب: تحملنا نحن العراقيون حصارا دام لعقود، وسرقت ونهبت أموال وثروات وآثار الوطن بفعل غزو النظام الديمقراطي الأمريكي للعراق بين هلالين، ثم كبل العراق بقرارات أممية ظالمة ومجحفة وبتعويضات قد يكون نصفها سرقات للكويت ولغير الكويت حتى، ولكل من تقدم بطلب تعويض مدعيا الضرر. ولكن ماذا عن غزو أمريكا للعراق وشعبه؟ وماذا عن الدول وفي مقدمة تلك الدول الكويت هي نفسها التي عانت وساهمت القوات الأمريكية بغزو العراق وشعبه؟ ونتج عن هذا الغزو الأمريكي للعراق آثار كارثية على البنى التحتية وعلى الشعب العراقي وحتى على المنطقة. وكان تعويض الأمريكان للعراق على ما يبدو مساهمة في سوء الخدمات وفي الفساد وانتهاك مستمر للسيادة العراقية. أمريكا والدول التي شاركتها وساعدتها في الغزو كانوا على دراية وإدراك بأن أهداف الغزو هي تدمير العراق وليس تحريره، خدمة لهيمنة إسرائيل. تجريد العراق من الاستقرار السياسي وحرمانه من التنمية والاستثمار وجعله غارقا في دوامة أزمات مفتوحة ومستدامة. أزمة مع كردستان مفتوحة ومستدامة، أليس للعراق الحق بالمطالبة بتعويض عن الغزو غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والذي ارتكبته أمريكا وحلفاؤها ضد العراق؟ أليس من حق العراق مفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومطالبتهما بتعويض شهداء الجيش؟ أليس للعراق الحق بمساءلة الكويت على دوره الكبير في الغزو الأمريكي عليه؟ أليس من الغرابة أن يصمت العراق عن مطالبة أممية أو دولية ودية أو قضائية بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي سببها الغزو الأمريكي للعراق؟ ألم يكن ممكنا للعراق أن يذكر الكويت وهو يواصل دفع التعويضات لها بدورها الكبير في الغزو الأمريكي للعراق؟ ومن حق العراق أيضا المطالبة بالتعويض للأضرار التي لحقت بممتلكاته وشعبه جراء الغزو والاحتلال. إلى صحيفة الدستور الأردنية ومقال للكاتب سري القدوة بعنوان قضايا الأسرى وأولويات الحراك السياسي. يقول الكاتب: يجب أن يتم تفعيل العمل في فضح جرائم الاحتلال بالسجون الإسرائيلية واعتبار قضايا الأسرى على رأس سلم الاهتمام السياسي والدبلوماسي، وأن تحظى بالأولوية التي تليق بنضال وصمود أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، والعمل على جميع الميادين والصعد ومجالات الحراك السياسي والدبلوماسي وحتى القانوني الدولي، كون أن انتهاكات جرائم سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال أصبحت تشكل كارثة حقيقية في ظل الحرب المنظمة التي تقودها حكومة التطرف، أو التي كان آخرها الإجراءات والقرارات العدوانية التعسفية التي يتخذها الوزير الإسرائيلي الفاشي بن غفير، خاصة قراره بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى. قرارات حكومة نتنياهو العنصرية هي قرارات تعكس عقلية العصابات والإجرام بحق الأسرى الأبطال، وهي تتنافى مع أبسط قوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الرابعة منها. وإن إجراءات منظومة الاحتلال القمعية لن توهن إرادة أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال، وإن الشعب الفلسطيني وفي جميع أماكن تواجده سيدافع عن أسراه وأسيراته وسيتصدى لكافة محاولات إرهابهم، وإن كل إجراءات الاحتلال باطلة ولا يمكن أن تنال من عزيمة وإرادة وإصرار الأسرى على نيل حقوقهم واستعادة حريتهم. حقوق الأسرى وتضحياتهم ليست منة أو فضلا من أحد، كما أنها ليست محل تفاوض أو تنازل، وإن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال بعد إعلان المتطرف بن غفير المساس بحق الأسرى بالزيارة وتقليصها ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه، مما يؤكد أن الحرب الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال هي حرب شاملة تستهدف النيل من إرادة وعزيمة الأسرى في سجون الاحتلال. ولا يمكن المساومة على حقوق الأسرى الذين يؤكدون بأن هذه السياسة هي بمثابة اللعب بالنار التي ستحرق من أشعلها. وإلى افتتاحية القدس العربي التي جاءت بعنوان زلزال فقراء المغرب، وجعكم هو وجعنا. ماتت الأرض في منطقة الحوز التي تعد الأساس في سلسلة غذاء المغرب في الساعة الواحدة، حيث ماتت يوم الجمعة الماضي حين ضربها الزلزال الأكبر من حجمه في المغرب منذ 100 عام تقريبا، حاصدا بذلك في طريقه آلاف القتلى والجرحى ومئات آلاف المشردين وعشرات القرى المدمرة، حيث شعر بالهزة، هذه الهزة الأرضية، سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من قرية إيغيل قرب مدينة مراكش التي تعتبر مركز الصدع. وكانت طبيعة الأبنية المبنية من الطين ومواد لا تتوافق تماما مع قواعد مقاومة الهزات الأرضية، أحد أسباب الارتفاع الكبير في عدد وحصيلة الضحايا، وهو ما يجعل الفقراء يموتون أولا، كما أشار مقال للكاتب المغربي الفرنسي الطاهر بن جلون، لأنهم يعيشون في بيوت يبنونها بأيديهم بمواد هشة لا تحميهم إطلاقا. يفترض بالصدع الكبير الذي أدى لزلزال الحوز ومراكش أن يفتح بابا ولو صغيرا للأم الجروح السياسية وللانتباه لسخف الحدود الجغرافية والثقافية، وخصوصا بين المغرب والجزائر، البلدين اللذين يعاني شعباهما الشقيقان من إغلاق الحدود الكامل. وكان طبيعيا أن تعلن الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال. كان طبيعيا أيضا أن تعلن الدول العربية وكذلك حكومات العالم القريبة والبعيدة عن أشكال تعاطفها وعزائها أو مباشرتها بالمساعدة، وأن يقوم رسام سوري برسم جدارية على أحد المباني الذي قصفته زلازل السياسة في مدينة إدلب يقول فيه للمغاربة وجعكم وجعنا. ما يبقى من هذه القصص هو التعاطف الحقيقي الذي ينشأ بين المغاربة أنفسهم الذين هرعوا للتطوع بدمائهم ولمساعدة إخوتهم على إخراج العالقين تحت الأنقاض، وكذلك التعاطف الحقيقي بين المغاربة ونظرائهم في الإنسانية عربا وأجانب. وتبقى الدروس التي يفترض بالدول والشعوب أن تتعلمها كي لا تتكرر المأساة. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتير. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. ذكر مسؤولون ومصادر طبية أن السيولة التي ضربت شرق ليبيا جراء العاصفة دانيان تسببت في مقتل وفقدان الآلاف، خاصة في مدينة درنة، في أكبر كارثة من نوعها تشهدها البلاد والإنسانية منذ 40 عاما. وقال وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان بطبرق عثمان عبد الجليل في تصريحات للجزيرة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن التقديرات الأولية تشير إلى نحو 2000 قتيل سقطوا في مدينة درنة وحدها. وأضاف عبد الجليل أن السلطات بالمنطقة الشرقية تتوقع آلاف المفقودين جراء الفيضانات والسيول في درنة وحدها، وأن السيول والفيضانات بالمدينة ناجمة عن انهيار سدين مائيين. وأشار المسؤول الليبي إلى أن هناك صعوبات تواجه عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة بالفيضانات. ونقرأ تقريرا من موقع BBC العربية بعنوان هل تدمر المضادات الحيوية صحة أمعائنا؟ يقول التقرير تحتوي أجسامنا على بكتيريا تقدر أعدادها بالتريليونات وتوجد أعلى كثافة لها في أمعائنا، ولكن هذا الكم نتحدث عليه دائما في هذا الجزء الحيوي من أجسامنا في كل مرة، حيث نتناول فيها مضادات حيوية. يقول الدكتور جيمس كاينروس استشاري جراحة القولون والمستقيم بجامعة إمبريال كوليدج في لندن، يقول أن الميكروبات التي تعيش في الأمعاء تشكل شبكة معقدة من الكائنات الحية الدقيقة وكل الأشياء التي تحتاج إليها من أجل البقاء على قيد الحياة داخل الجسم. ويرى الخبراء أن المضادات الحيوية تعد أحد أكثر الأشياء التي تشكل خطراً على ميكروبات أمعائنا. تعتبر المضادات الحيوية، يقول، التي يصفها الأطباء للعلاج أو الوقاية من العدوى البكتيرية حجر زاوية للطب الحديث، لكن خلال عملية استهداف البكتيريا التي تتسبب في حدوث العدوى في أجسامنا بإمكان المضادات هذه الحيوية أيضا أن تقضي على جميع البكتيريا الأخرى في أجسامنا، ربما بدون قصد. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إلى اللقاء.